مرحبا. إذا ما جبلتك الصعوبات وواجهت الحياة ببراعة وإقدام، ما بتقدر توقف بوجه مواجه الحياة العادية، وقدام أول موجة بتستسلم وبتغرق. كتار التجارب يلي واجب عليك إنه تواجهها وتنتصر عليها، وتعرف تحمل صليبك بفرح وعيونك لفوق للأمل ببكرة، ببكرة الأفضل، لما صليبك بيتحول لخشبة خلاص وجسر عبور، من الشدة للراحة، من الألم للفرح، من الموت للقيامة. خليك صامد قدام صعوبات الحياة وواجه وكون قوي. كنتين على الماشي بدها تقلك اليوم، الأمواج الهادية ما بتعلم البحارة الجيدين، ولا السما الصافية بتعمل الطيارين الماهرين. هيك هي الحياة، بدون صعوبات ما بتعمل أشخاص أقوياء يعرفوا أنهم يوقفوا بوجه الصعوبات ويدافعوا عن إيمانهم. الله معك.